يقول في رسالته: ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع دين الإسلام الحنيف في تبادل الحب بين فتاة وفتى أو شابة وشاب؟ أفيدونا أفادكم الله وجعلكم من الصالحين الأبرار. الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج هو أن يخطبها من أهلها ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح، ولذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي. وفي هذه الحال لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح، ولا يجوز أيضا أن يبادلها رسائل الحب والتملق والتلذذ بالمكاتبة والمخاطبة وما أشبه ذلك، لا، لأن المشروع أن ينظر إليها فقط فيما يدعوه إلى نكاحها إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر، لا. وأما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف وما أشبه هذا فهذا لا يجوز، لأنه يحصل به فتنة وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي فيتعلق قلبه بها وقلبها به مع عدم وصول كل منهما إلى الآخر. نعم. طيب بالنسبة للنظر إلى المخطوبة، هل يجوز البقاء معها وتناول شيء من الأكل، يعني الزوج والخاطب والمخطوبة، أو تناول شيء من المشروبات كالقهوة والشاي وبر العصيرات؟ لا يجوز. لا يجوز إلا أن ينظر فقط ما يدعوه إلى التقدم إليها. نعم. وبشرط أن لا يكون نظره بشهوة وتلذذ، وأن لا يكون مع خلوة، وبشرط أيضا أن يغلب على ظنه الإجابة. نعم. فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك لا فائدة منه. نعم. لكن بالنسبة للمشروب أو المطعوم عموما لا يجوز تناوله. لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الجلوس معها والتحدث إليها، وهذا لا يجوز إلا مع مباحة له من الزوجة أو من ذوات المحارم التي يجوز له أن ينظر إليهم. لا.